قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لن يتحسن إلا بحل العقد السياسية التي تمر بها البلاد، وأكد الطبوبي أن الاستقرار السياسي لا يمكن تحقيقه إلا عبر التوازن والرقابة والفصل بين السلطات. ولا الانفراد بالسلطة أي كان، مهما كانت قدرته ومهما كانت نزاهته، أن البلاد ثم نظام جمهوري ثم توازن بين السلطات، لا أحد يملك الحقيقة، كلنا نقترب من الحقيقة. من تونس ينضم إلينا مراسلنا خليل كلاعي. خليل، أهلا بك. هذه التصريحات لنور الدين الطبوبي في أي مسار يمكن وضعها، خاصة أنه ربط بين الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد والأوضاع السياسية وأيضا الدستورية وحتى القضائية؟ ريما، تصريحات نور الدين طبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تبدو في تناسق وانسجام مع سائر تصريحاته خلال المؤتمرات الجهويه للاتحاد العام التونسي للشغل بعدد من المحافظات. كلمه الطبوبي اليوم كانت على هامش انعقاد المؤتمر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بمحافظه سليانه شمال غربي البلاد، قلت انها في انسجام وتناسق مع سائر تصريحاته خلال المؤتمرات الجهويه للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد فترة قال فيها المتابعون أن الاتحاد العام التونسي للشغل ربما تراجع أو خفض سقف تصريحاته أو مواقفه من الحكومة، وكان ذلك في الفترة التي شهدت تفاوضا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية. إثر ذلك كذلك إثر توقيع هذا الاتفاق كان هناك نوع من الهدنة الكلامية والهدنة الاتصالية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة القائمة، إما الحكومة أو رئيس الجمهورية، وتلا ذلك لقاءين على الأقل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومثلا في نور الدين طبوبي والرئيس قيس سعيد، لكن شهدت الآونة الأخيرة وعلى هامش هذه المؤتمرات الجهوية نوعا من التصعيد الكلامي في علاقة بالرئيس قيس سعيد وبالسلطة القائمة بشكل عام. الاتحاد العام التونسي للشغل كان واضحا اليوم على لسان نور الدين طبوبي في هذه الرسائل السياسية، خاصة حين تحدث عن الفصل بين السلطات وعن الرقابة على السلطة السياسية وعلى الحكومة، وهي أمور لم تذكر أو لم تدرج ولم تضمن في الدستور الجديد، وأثار ذلك الكثير من الانتقادات. نقطة أخرى قالها الطبوبي اليوم وربما يجب التوقف عندها كثيرا لفهم مغزاها ودلالتها، عندما قال أنه المشكلة الاقتصادية في البلاد لا يمكن أن تحل إلا بحل العقدة السياسية، العقدة السياسية حلها بيد السلطة القائمة الآن. هذا ما يقوله المتابعون. شكرا خليل كلاعي من تونس.